تيمشي لدو، كيشوف دو هو اللون الصفر، تيلون ليا هاد البلاصه كلها بلو جون. كيجي لهنا تيلقى دا، غيرجع لدا غيلقاها بالزرق، دونك تيلون هادي كلها بالزرق، وفي الاخر كتولي عندي هادي بحال هادي. ده هو لو كولورياج ماجيك، يعني الدري تيلون ولكن ضروري خصو يرجع يشوف لا سيلاب يرجع، وهذا هو لوبجيكتيف، انه يرجع يقرا قبل ما يلون. ملي تيرجع باش كيقول كي دي افيك البيج، دو افيك هذا، وتيلون راه هنا في كاين التعلم. هاد الكولورياج ماجيك راه ننصحكم به والله العلي العظيم، اللي تيعطي واحد الريزلت زوين للوليدات، هما تيلونوا تيخدموا عقلهم. السلام عليكم، كي درتو؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير واحوال طيبه على خير. فيديو جديد، هاد المره غادي نهضر لكم على واحد الحاجه اللي تنسميوها كولورياج ماجيك، التلوين العجيب، وغادي نشرح لكم بالتفصيل الممل علاش هو فعلا عجيب، وعلاش انا تنخدم مع الوليدات سواء ديال الماتيرنيل سواء ديال بريمير، هكذا الصغارين ديال السي بي ولا الثاني. وغادي نوري لكم بانه نتوما ريوسكم ممكن انكم تصوبوه، غادي نوريكم مرحله بمرحله الغايه ديالتو، علاش تنديروه، شنو هو بعدا كاين داك الكولورياج ماجيك، وفاش كنوظفوه. بعض المرات كنلقاوه في دي ميثود، وبعض المرات ما تلقاوش. بحال هنا عندي غادي ناخذ هذا الكتاب، هذا فوالا، هذا اللي هو فينكي، هذا ديال البريسكولير، كاين ديال لا بيتيت لا موين وديال لا غراند. غنوري لكم ديجا هما دايرين الكولورياج ماجيك، دايرين ديجا الكولورياج ماجيك داكوغ فوالا. هذا الكولورياج ماجيك ديال هاد لا ميثود اللي هي فينكي، ديال لا ليتر او، لا ليتر او غيلونوها بواحد اللون، لا ليتر دي بواحد اللون، بلي ديفيرونت اكريتور، باش غادي يحصلوا على واحد الشكل. انا غادي ناخد يعني هذا المفهوم هذا ديال هذا الكولورياج هذا، وغادي نخدموه على حوايج وحدين اخرين، بحال مثلا في الدخول المدرسي ممكن ناخذوا الادوات المدرسيه ونشتغلوا عليهم، ممكن ناخذوا من مورا الدخول المدرسي المسيره الخضراء لو دغابو ديال المغرب، ممكن فصل الخريف ناخذوا لاغبغ مثلا فيها الاوراق متساقطه، ممكن ناخذوا الملابس على حسب سوا داك الحاجه اللي حنا داك المحور اللي تنخدموا عليه، اولا لو بروجي اللي تنخدموا عليه، اولا الطقس اللي يعني كاين في ديك الوقيته، اولا داك ليفينمون اللي حنا تنعيشوا سوا وطني سوا ديني. يعني هاد الكولورياج ماجيك باش زوين ممكن نضفو في بزاف ديال الحوايج، والحاجه اللي رائعه ان الوليدات كيستمتعوا، هما راه غير تيلون ولكن التلوين راه تيكون عجيب. قولوا لي قتلتينا بعجيب، يعني غادي نشرح لكم مرحله بمرحله من البدايه حتى الاخير. والحاجه اللي زوينه في التلوين العجيب الكولورياج ماجيك، الناس اللي عندهم لورديناتور تيقدروا يخدموا في الوورد، ممكن انهم يشتغلوه يخدموه، وممكن حتى الناس اللي ما عندهمش بزاف مع البيسي وما يقدروش يكوبي ويكولي ويزيدوا ويكتبوا، ممكن غير يديروا فوتوكوبي ديال اي رسم عندهم ويشتغلوا هذا الكولورياج ماجيك. ما نعطلكمش بزاف، دونك توت سويت غادي تشوفوا معايا المراحل مرحله بمرحله، ونشوفكم فيديو قريب. انا غادي نقول لكم او ريفوار حتى تشوفوا معايا المراحل ديال الكولورياج ماجيك. ا تري بيانتو، او ريفوار. دونك كما كتشوفوا هنا معايا، بحال دابا هاد لا فوتو خديت انا مالاد، علاش مالاد؟ باسكو ديجا درنا ام، درنا ال، درنا ا، درنا دي، درنا او. ممكن هادي تلقاوها في الانترنت ديال فوتوكوبي، اولا تشوفوا شي كتاب من هادو اللي فيهم الكولورياج ياك، اللي فيهم التلوين، وتبقاو تاخذوا منهم التصاور اللي نتوما محتاجين. هادي لونتيت اللي فيها المدرسه داكوغ، لونتيت المدرسه، اللوغو والعنوان، الكولورياج ماجيك التلوين العجيب. هنا فيه المعلومات ديال ليكول بحال نيميرو التليفون، بحال الفيس، بحال الايميل. هذا كيعطي واحد قيمه اضافيه، سينو خدو غير ورقه عاديه،
داكوغ، كتلصقو هادي وتقدر تراسيو ان تابلو. بالنسبه ليا انا كنخدم ديريكتومون في البيسي، يعني هاد ليماج هادي كنقلب عليها سوغ انترنيت وتنحطها وتنتراسي لو تابلو. دابا انا درت جوج باش نوري ليكم الصعوبه، بحال مثلا الدراري الى بغيتو، دابا وريت لكم نفس ليماج، دابا هادي سالينا منها، وريت لكم الى بغيتو ديرو فوتوكوبي سينو تخرجوها في الانترنت. فوالا، دابا سوبوزون انا بغيت ندير غي دي افيك ا سا دون دا بلي 4 اكريتور، دا افيك او سا دون 2، دا افيك اي سا دون دي. انا هادي شديتها الوسخ ديالي، لونت ب 3 كولور وخليت هذا بلو بلون، هذا وهذا بلو بلون، ياك. دابا الكولورياج ماجيك الدري شنو تيدير؟ الى شاف دا، فين ما شاف دا خصو يلون بالزرق، فين ما شاف دو خصو يلون بالصفر، وقت ما شاف دي تيلون بالبيج. داكوغ، هذا هو الوسخ ديالي انا، غير باش نفرق نعرف هاد لي ليتر فين غادي نكتبهم، ولكن الورقه اللي كنعطي للدري هي هادي. شفتو؟ كنمشي فوالا، كنشوف الصفر يعني دو، كنمشي لهنا كنكتب فيه دو، يعني الدري غيشوف هنا دو، غيقلب دو، غيلقاه بالصفر. هادي ما لونتهاش، علاش؟ حتى ندير ليها فوتوكوبي العدد اللي عندي ديال الدراري، عاد باش غنوري ليه غنلون ليهم غير هادو سوا لي فيغ سوا لي كريون دو كولور، بحال كنوري ليهم المفتاح لو كود. داكوغ، كنوري ليهم اللون، ولكن مثلا لونها حتى كدير فوتوكوبي، حقاش الا لونتها ودرت فوتوكوبي تخرج لك كلها كحله. داكوغ، دونك هاد لو تابلو هذا حتى كندير فوتوكوبي بالعدد اللي عندي ديال الدراري 15 20 23، المهم العدد اللي عندي ديال الدراري، وما كنعطيها لهم حتى كنلون لهم لو كود، يعني كنلون لهم هاد البلاصه بالزرق وهاد البلاصه بالصفر وهاد البلاصه بالبيج. و الدري تيولي تيشوف تيبغي يلون هنا بدي، تيمشي كيرجع لدي كيشوف اللون ديالها هو البيج، كيلونها بالبيج باش تولي بحال هكدا. تيمشي لهنا فيها دو، تيمشي لدو كيشوف دو هو اللون الصفر، تيلون ليا هاد البلاصه كلها بلو جون. كيجي لهنا تيلقى دا، غيرجع لدا غيلقاها بالزرق، دونك تيلون هادي كلها بالزرق، وفي الاخر كتولي عندي هادي بحال هادي. دا هو لو كولورياج ماجيك، يعني الدري تيلون ولكن ضروري خصو يرجع يشوف لاسي لا بيرجع، وهذا هو لوبجيكتيف، انه يرجع يقرا قبل ما يلون. ملي تيرجع باش كيقول دي افيك البيج، دو افيك هذا، وتيلون، راه هنا في كاين التعلم. هاد الكولورياج ماجيك راه ننصحكم به، والله العلي العظيم اللي تيعطي واحد الريزلت زوين للوليدات، هما تيلونوا تيخدموا عقلهم تيشوفوا، وراه ديفيرون تيكريتور، هانتوما دو 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 بالكورسيف وبسكريبت بالماجيسكول وبالمينيسكول. هاني خليت لكم نفس لو ديسان، ولكن زدت الصعوبه، الصعوبه اللي زدت انني درت لا ريفيزيون لي ليتر كاع اللي درت مع الدراري، درت معاهم لا ليتر ام، درت معاهم لا ليتر اي، درت معاهم لا ليتر ا، درت معاهم ال، درت معاهم او، ولا ليتر ديال الاسبوع هي دي. هذا دابا اللي كنوري لكم هو غير الوسخ ديالي باش نعرف سته د الالوان. شديت هنا لونت بسته د الالوان واختاريت مالاد، علاش مالاد؟ فيها ام، ما فيها ا، ل فيها ل ا، ها هي د او، لو مو فيه مالاد. إيل إي مالاد أو لا مالاد، داكوغ؟ أو لا إلا مال، إيل أ مال، داكوغ؟ تنشد هاد اللونة باش نعرف فين غنكتب الحرف، فهانتوما شتو الوسخ هذا. وهذا غير البغيون باش كنكتب، بحال دابا هنا لورونج، كنمشي لورونج كنلقاها أ، كنكتب هنا أ، كنمشي للخضر الخضر الخضر ال، كنمشي للخضر كنكتب فيها ال، وكنكتب لي ديفيرون تيكريتور، وكنشد عاوتاني هادي كندير لها فوتوكوبي، ياك، وتنشد هاد لو كود كنلونو للدراري عا باش كنفرق عليهم. تيولي الدري قبل ما يلون هو ديجا فوق الطبله لا طابل ديالو خص يحط هاد الالوان، غيحط الزرق، غيحط الماغون، غيحط البيج، هاد الالوان تيشد، تيقول الزرق 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 هنا، تيقول
يا ربي تيشوف هنا الزرق تيقول او تيقلب على او 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 فوالا او دونك تيلون هذه بزاف باش تولي بحال هكذا تيقلب على او 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 فوالا او هذاك البحث على الحرف باش يلونو بحد ذاته سي سا لوبجيكتيف هو راه تلوين زوين ممتع ولكن ما تيلونش عشوائي خصو يقلب على لو كود ويشوف الحرف راه انتوما كتراجعوا مع الدري لي ديفيرونت اكريتور تلوين متعه الدري تيركز تيرجع دائما للمفتاح فهمتوا كيفاش وانتم راه لوبجيكتيف ديالكم ان الدري تيتعرف على ديفيرونت اكريتور اللي دار ديجا في القسم بحال دابا ام بلي ديفيرونت اكريتور مينيسكول ماجيسكول كورسيف سكريبت داكوغ شوفوا دابا ان سول طرافاي شوفوا شحال من اوبجيكتيف كاين فيه وما تستهنوش غتقولوا لي انا ري شحال ديال الخدمه غنقول لكم غير في الاول من بعد كيولي سهل جدا انكم ديروا الكولورياج ماجيك وغيولي واحد الحاجه اللي ممتعه بالنسبه لينا حنا شنو تنديروا تنخليو الدراري تيديروا الكولورياج ماجيك باش كندوزوهم تيديروا لا ليكتور نوري لكم لا ليكتور اللي تندير للدراري واخا ماشي ما دخلاش في لا فيديو ولكن غير باش نوري لكم ان تتشد ليا الدراري واحد شويه خاصه اللي ما عندهمش لاد ماتريس وانا تنبقى تنبونتي مع الدراري ها هما مثلا 20 دري تيلونوا ياك وتنوض انا واحد بواحد كنبونتي معاه فازي سي كوا سا سي كوا سا وتنبونتي معاه لا ليكتور ديال الدي حقاش حنا ديجا درنا دي درنا اي درنا ا درنا او درنا ام درنا ال وهذوك الكلمات كلشي كيعطيونا هاد لو طابلو دو ليكتور اللي فيه لي سيلاب اللي فيه لي مول اللي فيه لي فراز راه دابا حنا اولي اوني انكور يلا تقريبا شهرين د القرايه وشوفوا الدراري ديال الماتيرني بداو تيقراو لهاد الحروف هادو اللي ديجا داروا هاد الحروف هادو اللي ديجا داروا هاد سته د الحروف كيعطيونا هاد لو طابلو دو ليكتور باش انا نقدر نقري الدراري وندوزهم بونتيم واحد بواحد هاد الكولورياج ماجيك واحد لو طرافاي اللي انا تنصحكم به راه رائع 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 جدا وانا غادي نحاول نوري لكم اشاك فوا الكولورياج ماجيك ونخلي لكم في صندوق الوصف ونخليكم على خير